بري بلمبر يعني ما قبل النضج. ها يعني انا عامل طفل كده مامته جايباه وانا عايز اشوف كويس، بيشوف اصلا ما بيشوفش، بيشوف ازاي؟ اذا انا عايز اتعامل مع طفل لسه ما بيتكلمش. وبعدين الاطفال عن سن سنتين يا دوب بيبداوا يقولوا كلمات قليله قوي، وبعدين عن سن 3 سنين بيبداوا تتحسن، وبعدين عن السكول ايج انا بقسم على حسب الايج جروب اللي انا شفته. طيب تعالوا مثلا نشوف لو بري بيرد، عارفين في حاجه اسمها اوكلوجن تيست. الطفل لو عنده عين صالون ضعيفين ما بيحبوش الظلمه او ما بيحبوش ان هو مش شايفين، طب عنده انا عنده بايلاترال كافه وانا عايز اعرف الفيجن ايكول ولا لا، اعمله كده. لو جه عندي عين منه معيط، انا عملت كده عيط، يبقى العين بتشوف حلو ودي وحشه، يبقى عندي ايكول فيجن. اذا تؤسس بس اذا كان فيجن ايكول ولا لا، اعمل كابل تيست. لو ما عيطش هنا وهنا يبقى الاثنين زي بعض، يا اما بيشوفوش الاثنين يا اما بيشوفوا الاثنين يعني، بس زي بعض. طيب ده راف تيست. في تيست ثاني اسمه 100,000 سويت تيست. فاكرين لهم فتره كده عملوا تايني تشيكليتس، عارفين؟ تايني تشيكليتس ده مش جديد ده خالص، اللي هو يعني حلويات صغيره فيري تايم. اي انواع بلاش حلويات، في جيمز كده زي حرز، حاجات صغيره جدا. ها؟ طيب حاجات صغيره جدا، بحط في ايدي شويه من الحلويات دي، الاطفال دايما بيأتراكت عينه من الالوان المختلفه. لو هو شايف دايما الطفل كده يقول لك ابعد اي حاجه عن ايده، لان وسائل تعرفه على العالم الخارجي ده حياته انه عايز يمد ايده يمسك كل حاجه. فاول ما يشوف ده لو هو شايفه اوتوماتيك هيمد ايده، لو مد ايده يبقى هو شايف، ما مدش ايده لم يتفاعل معك هو اذا مش شايف. ده الناس معامله على مسافه 30 سم تحط ايدك كده بالحلويات دي، لو مد ايده شايف، ما مدش ايده. الاستادي بتقول بقى ان لو مد ايده يعني شاف على هذه المسافه، هذه الحلويات صغيره قوي، يبقى ده ايكوال تقريبا للفيجن 6 على 18 تقريبا. اذا ده برضو تيست اسمه 100,000. في تيست اسمه روتيشن تيست، ببقى قاعد كده على المكتب ورايا ماسك عليه دباديب بقى والوان وحاجات كده، وعياني بقى قاعد رجل مامته بص على الديسك. طبعا الدباديب والالعاب اللي ملزوقه على الديسك بتلفت نظره جدا. انا تحت ايدي بقى طبعا بدوس عليه، الديسك يبدا يروتيت. الولد ده لو شايف طبعا هو لو بيشوف عينه مش هتشمع الديسك ده، واول ما الديسك يبدا يروتيت تلاقي الولد عامل كده. لو هو بيحرك عينه وراسه مع الحاجات دي اللي هو شايف، لكن لو مش باصص اصلا يبقى هو مش شايف. طيب في بقى كمان حاجه اسمها اوبتو كاينيتيك نيستاجمس، بنضل بأوضة واشكال ليزر بقى تظهر على السقف كده او على سكرين، بس تمشي بريد سريع. اول ما يظهر الشكل يبدا الولد يشوف، يفضل ماشي معاه لغايه لما يتقفل الشكل اللي وراه، يعني اذا هي اشكال ورا بعضيها متلاحقه، فالولد يبقى ايه شاف شكل وشاف اللي وراه كده عمال وكاني بيديوس نيستاجمس. ها كده بنسميه اوبتيك. اذا لو الولد عينه رايحه جايه مع الصوره عماله تطلع دي، اذا هو بيشوف ده. ايه رايكم؟ التست دي كلها انت مستني الولد يريسبوند. في عيال مقرفه وتنكه، تلعبها ما تتلعبش، تضحكها ما تضحكش، فاذا الله اعلم هو مش عايز يبص تناكل ولا مش شايف، ما ده شحن. صحيح الغالب ان الاطفال هتبص على الحاجات الاتراكتف دي، لكن لو ما حصلش ما اقدرش احلف 100%. عشان كده يفضل احسن تست دايجنوستيك تؤسس الفيجوال ستيتس بتاع الطفل الصغير ده، الفي اي بي اللي موجود عندك، فيجوال ايفوك بوتنشال. تحط تو الكترودز هنا فوق الفيجوال اريا، تعرض العين للنور. لو تو الكترودز رسم ويف، يبقى النور ده وصل للريتنا، والريتنا حولت الضوء لامبلسز، والامبلسز وصلت لغايه الفيجوال اريا، وعشان كده شفت ويف محترمه، اعرف ان العين دي بتشوف اكيد، وانا مش مستني رد فعل الولد في حاجه. فاذا ذا موست اكيوريت انفستيجيشن اسمه ايه؟ فيجوال ايفوك بوتنشال. اسمه بالعربي رسم توصيل عصر البصر. في بي ده بيقول لك قد ايه هنا كل التفاسي. لو الويف طبيعيه يبقى ما اثرتش قوي، لو الويف قلت يبقى كل التفاسي. اذا ده احد التست يعرفك الفيجوال ستيت بتاع الفيجن، يعني هو شايف قد ايه ومش شايف قد ايه. لو عيل صغير كام هتطلع كام هتجيب؟ ينفع ده احد البارامترز اللي ناخد فيها قرار الكيراتوبلاس. طيب اذا ده لو كان بريفر. طب لو سنتين؟ طب
عارفين السنتين دايما بيكونوا عارفوا بقى الانيمالز يعني الكات والدوج والكلب والقطه والهبي، بجيب له بقى بيكتشر نيمينج تيست صور، لو حتى هو بيعرف يقول عشان نعرف من اهله طبعا بيعرف قطه هيعرف يقولها اوكي، مش عارف يقولها ممكن اجيب له صوره او اعمل له اعرض له صوره قدامه واقول له احط له كروت اقول له مين اللي شبه الصوره دي فيروح مطلع لي يعني كانه بيشاور او بيماتش البيكتشرز مع بعضها. المهم اذا بيكتشر نيمينج تيست، لكن لو وصلت سنه 3 4 سنين انا عارف الالفابيتكس A و B حاجه اسمها ماتشنج ليتر اب تو تايب. يعني ايه ماتشنج ليترز؟ يعني اجيب له A واقول له لو سمحت هات لي الـ A، يعني كل حرف فيه منه كابل اقول له خلي الليترز الاثنين اللي زي بعض حطهم مع بعض، فاذا A مع A B مع B C مع C خلاص هو كده لو عمل ده يبقى هو شايف ديفينتلي مش كده؟ بعد كده السكول ايج بقى ابدا اخده على مين؟ سكول ايج على اللاند شارت عشان يبدا اسس الفيجن بطريقه مور اكتف. اذا ده هاو تو اسس كده ده يعني نسبه انك تصير فيه 1 في 1000%. طيب بص معايا بقى دلوقتي انا عشان تبقى فاهم غلط كويس